الحمد لله، الحمد لله الملك العلام الموصوف بأوصاف الجلال والجمال، المنزه في عزته وكبريائه عن تخيلات الشكوك والأوهام، العالم بما كان ويكون، الحسيب الرقيب الذي خص بالسعادة أقواما، قطعوا النهار بالصيام والليل بالقيام، وزهدوا في الدنيا وزهرتها، وكانوا على حذر من فتنتها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأفاضل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: آتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. أحبتي، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو مرة على من دخل عليه رمضان ثم انقضى قبل أن يغفر له، فله الذل والهوان. وأمن عليه الصلاة والسلام في موضع آخر على دعاء جبريل عليه السلام عندما دعا على من أدركه رمضان ولم يغفر له بأن يبعده الله تعالى والعياذ بالله. ونحن أما هذا الموقف الرهيب الذي وقفه الرسول صلى الله عليه وسلم في حق من أدركه رمضان ولم يغفر له، وهو الذي قال في حقه الباري جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهو عليه الصلاة والسلام الذي يحب لنا الخير ويسعى إلى نشره بيننا، ويحرص كل الحرص على هدايتنا إلى الإيمان، ويكره لنا الشر والفسوق والعصيان وينفرنا منه. وهو عليه الصلاة والسلام شديد الرأفة والرحمة بأمته، بل هو أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا وحتى من أنفسنا. هذا الذي يجعلنا نخاف على أنفسنا أولا وعلى أحبتنا بالوقوع في هذا المشهد المخزي المذل الذي يحرم المغفرة في هذا الشهر المبارك المحروم من حرم عمل الخير والمشاركة فيه. ويستحق هذا الدعاء ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لتعدد أسباب المغفرة وكثرتها في هذا الشهر المبارك. ومع ذلك كله تجده بعيد كل البعد عن أسباب المغفرة، غافل عنها وعن التعرض لها التي تتاح للعبد الصائم في كل الأوقات وفي كل وقت وحين، والتي لا يستطيع المرء عدها، ولكن بحول الله وقوته أذكر شيئا منها وبالله التوفيق. الفرصة الأولى: الصيام. فكان الصيام سببا في مغفرة ذنوبنا مع استحضار النية بأن نصوم هذا الشهر المبارك إيمانا واحتسابا لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. فالمحروم من حرم فضل هذا الشهر المبارك. أما الفرصة الثانية
فلكل مسلم في هذا الشهر المبارك دعوة مستجابة في كل يوم وليلة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، وأن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. وفي حديث آخر الذي رواه أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومن هؤلاء الثلاثة الصائم حتى يفطر. أما الفرصة الثالثة قيام الليل، ونحن في هذه الليالي المباركة فيها مجال واسع للمغفرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سواء كان هذا القيام بالمسجد أو في البيت، ويقول العلماء على أن النوافل في البيت أفضل من المسجد عكس الفريضة. والفرصة الرابعة ولله الحمد تشهد المساجد في رمضان إقبال كبير من الكبار والصغار والرجال والنساء، وخاصة صلاة العشاء والتراويح، وفي هذا خير كثير، وهي سبب في مغفرة ذنوبنا سواء للإمام أو المأموم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قيل هذه في هذه الموافقة في الوقت، وقيل في الخشوع. وفي حديث آخر: إذ قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم لك الحمد. فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والفرصة الخامسة وهي تحري ليلة القدر، وهي فرصة قد لا تتكرر في العمر، فهي من أجمل ليالي الدنيا، خصها الحق سبحانه وتعالى بأشياء دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الليلة هي وحدها تحتاج إلى موضوع مستقل، فهي ليلة خير من ألف شهر، ليلة المغفرة والاستغفار والتهجد وقراءة القرآن والدعاء، إذ نقول للذي فوت على نفسه فرصة هذه الليلة المباركة قد التي حازت شرف القرآن وشرف التنزيل وشرف رمضان. أيها الأحبة الكرام، فمن أدركه رمضان ولم يغفر له يجب أن يعزى في نفسه بسبب تفريطي في هذه الفرص التي ذكرتها والتي لم أذكرها. وعادة ما يعزى الإنسان في فقد أحد من أسرته، ولكن الحقيقة أن التعزية في من فاته هذا الفضل وهذا الخير في هذا الشهر المبارك الذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم على أن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وإن كان هناك من العلماء من يرد هذا الحديث بقولهم على أن هذا الشهر كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار، إلا أن معناه يبقى صحيحا. وإذا كان لهذا الشهر بقية فهو يسع لركعة أو لدمعة أو لدعوة أو لسجدة أو لتسبيحة أو تكبيرة قد تغير مجرى الحياة بأكملها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.